السلام عليكم أخوتي، معكم معاذ من تربية الحصون، كمان بشكل احترافي. اليوم سأريكم أنواع الشوك الذي يأكل منها الحصون. أمامكم هذه الشوكة، هذه يعني لما تكون خضراء أفضل تكون خضراء، تقطعها مثل ما هي هكذا وتضعها للحصون في القفص. طبعا سأحاول أن أبحث لكم عن زريعة الشوك حتى تكون الأمور يعني أوضح لكم، لأنه في كثير من الناس يبخلون يعني وضع هكذا صور أوضح وفيديوهات مفيدة. سأحاول أن أبحث لكم عن زريعة الشوك المفيدة أيضا. طبعا إخوتي هذه هي، ولكن هذه يابسة يعني كثيرا، لما تكون عادة خاوية يكون فيها هنا مثل الشعر الأبيض. كي تفتحوها، لما تفتحوها ستجدون من الداخل يعني حبوبا سوداء تقدم للحصون، وهي جد مفيدة له، وراح تفيد إن شاء الله حتى للون الأحمر الداكن على الوجه، إضافة إلى الشمس إلى آخره، إلى التعرض للشمس إلى آخره. طبعا أتمنى أن تكونوا استفدتوا. كان معكم أخوكم معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.